السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس علاء الدين الإرضواز الفدي للتكييف. طبعا معانا النهاردة المهندس عبد السميع، يعني أحد عمالقة التكييف في المملكة، واللي أنا على المستوى الشخصي بستفاد منه من فيديوهات العلمية والعملية اللي بيقدمها. ومهنا أيضا المهندس محمد من شركة الحسن حسين غازي. تشرفنا بيكم على المستوى الشخصي. حابين نعرف بعض المواصفات يا مهندس عبد السميع عن نظام V8 ميديا. حلو. اول شيء ميزات مرحبا، انا هديك نصيحه، محمد راح يديك نصيحه، نتشرف. اول نقطه عجبتني في النظام ده ان هو البوكس، تخيل معايا تبريد بالمروحه وتبريد بواسطه التبريد، وسط التبريد اللي هو الفريون. عندنا منصور هنا خاشه معانا، درجه حراره الشريحه الالكترونيه هتكون معاك 30 إلى 25، والجو الخارجي يكون معاك 55. ما شاء الله تبارك الله. دي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية يا باشمهندس، ميزة الموجودة في الجهاز إنه أنت تقدر تركب المكيف هذا عندك وحدتين خارجية، نظام الـ VRM، وحدتين خارجية تقدر تغذي فيلتك بالكامل. ممتاز. مشروعك بالكامل. والمكيف بيشتغل معاك حتى ظروف المناخية القاسية بدون ما بيواجه أي مشكلة. بتوفر أيضا وفر في الكهرباء جدا عالي. وأيضا بنوفر كده في مساحات السطح. فعلا. الميزه الثالثه مهندس عبد السميع، الميزه الثالثه تخيل معايا ان انت الان عندك جود. تمام كلنا عارفين الابراج والوحدات الخارجيه لازم تكون في السطوح. لو المساحه ما كفت تقدر تسوي على ارتداد وتركب الاجال الثاني نفس المات في نفس كل شيء، بس هذا عمليه طرد الحراره بالكونديسر جانبيه، وهذه تكون للعالم. طيب بالنسبه للموديل ده، هل ممكن نقدر نربطه مع بعض ولا هو وحده خارجيه واحده؟ مكيف الانفرتر الجديد الميني VRF الاول من نوعه في السوق، تقدر تركب عليه 4 وحدات خارجية. ما شاء الله. ماسورة وحدة تغذي المبنى بالكامل. الحد الأقصى للطن بيصل لكم طن؟ تصل إلى 76 طن. ما شاء الله تبارك الله. ميزة موجودة في هذا الجهاز هي أول من نوعه، نظام الميني VRF. أيضا تقدر تركب المكيف عندك في الارتدادات أو في راس البالكوني عندك، وبيغذي وحدات الداخلية عندك بدون ما بتواجه أي مشكلة. توفر أيضا في مواسير النحاس. ما شاء الله تبارك الله. مزود بتقنية الشند بوكس اللي هي تقنية تبرد كنترول بوكس عندك داخل عن طريق الكويلات والمراوح، بحيث انه في الظروف المناخية القاسية يظل المكيف شغال عندك بكفاءة واحدة. ممتاز جدا. تشرفنا جدا مهندس محمد، تشرفنا جدا مهندس عبد السميع، وتشرفنا بيك. تشرف لنا وتعلمنا منك. هو تواضع شوية، ترى احنا اللي نستفيد منه. لا الله يخليك، الله يديك الصحة. كلنا مسخرين لبعض، وكلنا بنتعلم من بعضنا البعض، ودايما شركاء للنجاح مع بعض باذن الله. مهندس علاء، فرصه سعيده وفرصه جدا سعيده. الله يخليك.